اكتست الجدران في العاصمة الأردنية عمان ب 22 جدارية تشجع الناس على حماية البيئة في المهرجان السنوي لفنون الشوارع، حيث تجمع 18 فنانا لسبعة أيام، وكانت هذه الجداريات نتيجة عملهم وثمرة لقائهم الفني. الثيم حبينا نركز عليه هذه السنة لأنه مع الكورونا ومع كل شيء، لما الناس صار في حظر بطل في نفايات بالشارع، بطل في كل شيء، هذا الشيء خف. فليه احنا بس يكون حظر لازم نعمل هاي الشغلات؟ بس لا، لازم نشدد على هاي الشغلات، حتى لو احنا بالشارع، احنا الشارع هو بيتنا الثاني يعني، فلازم نحافظ عليه. يهدف المهرجان لهذا العام الى التركيز على كل الانجازات التي تمت بسبب تفشي وباء كورونا. فنانين عم بيشوفوا انه هاي اللي بيقدروا يعملوه بهاي القضايا، من قضيه البيئه لقضيه الكورونا، من اي قضيه عالميه بيشوفوا انه لهم ايد بالموضوع. وبنفس الوقت هي عم بتسمع من خلال نطاق التعبير اللي هو فن الجداريات، عم بخليهم كمان يصير في تفاعل خاص ودائم وكتير مميز مع الشارع ومع الناس اللي بالشارع. وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ينظم مسرح البلد مهرجان فناني الشوارع السنوي بلدك، وحملت دورة هذا العام شعار الفن هو البيئة والبيئة هي الفن. رسمة اليوم عم بعمل جندي روماني، عم حامل كيس زبالة وحامل درع، وفي كأنه ناس بترمي عليه بندورة. وأعرب المنظمون عن أملهم في أن يكشف المهرجان السنوي قوة الفن كسلاح في معركة الوعي، مع تسليط الضوء على المواهب في الداخل.